غادي نحاول نعود لك رغم ان غادي الانتقادات اني غادي نعود لك بركي انا ارتاح. واخا اها مهم باش غنبداك. انا كان مهم كان في العمر ديالي هذيك 9 سنين كنت كنعيش مع الدار ديالنا. كنا يعني بزاف بزاف بينا في الدار. كنا كنعيشوا في واحد الفيلاج. الدار ديالنا يعني ما كانت دار كبيره. كنا عندنا غير واحد بيت واحد كوميدار يعني واحد في وسط الدار. مهم كان كيجي عندنا واحد ولد خالتي على اساس انه كيخدم هو حيت حنا كانوا قريبين من المصانع قريبنا بزاف في هذاك الفيلاج قريب من المصانع قريب بزاف الحوايج. وكان كيجي عندنا هذيك الفتره اللي كان كيجي عندنا حنايا مع كنا بزاف ديال الخوت. المهم ما غاديش نحاول نقول لك العدد مي حنا بزاف يعني ما كناش كنقدروا ما كانش كيقدنا داك الكوميدار. كنا كنضطروا نعسو بيت واحد. انا كنت صغيره في خواتاتي يعني صغيره كاع في خواتاتي دونك انا كان خالتي كان كينعس في الجنب انا كنعس كان كينعسوني في الجنب ديالو بحكم انا كنت صغيره فهمتي هما كيحشموا هذيك ولد خالتي كان كيخليهم حتى كينعسوا وكيتعدى عليا. ما انا ما كنتش كنقدر نهضر ما حقيقه ما كنتش كنقدر نهضر حيت كنت كنخاف اولا. ردي الميكرو عافاك كيف باش كان في الاول ردي الميكرو كي كان في الاول وي دابا مزيان اها. المهم قلت لك حيت كنت كنخاف بزاف من الوالده ديالي. المهم كان يعني كان في الدار ديالنا العنف المهم كان صداع يعني دائما الوالد كان كيضرب الوالده وخوتي يعني خوتي كبار كانوا كيضربوني كنت كنخاف من هذا الشيء يعني نخاف نعاود نخاف بزاف د الحوايج. المهم داز المهم هذا الشيء تكرر ما تنقدر نقول لك ما عقلش بالضبط ولكن راه اكثر من مره ولكن فاش فصلت يعني ومن بعد هذيك المرحله خويا كان كبير خويا يعني حاول تدع عليا واحد المره حتى هو شكون هو خوك وشحال كانت في عمر خوك كانت العمر ديالو هذيك 17 هكاك واخا اها. المهم بحكم كنعسو نفس الطريقه يعني كان داكشي كوميدار بيت ديالنا يعني غير صغير وداكشي كنا كنعسو نفس الطريقه ديما انا كيردوني الازاحه بوركي انا صغيره يعني بوركي خواتي كبار ما يقدروش ينعسوا وحدهم تيدي يقولوا نعس وحدهم البنت الصغيره تنعس حدا وطامبيان. بالنسبه للغطاء كان شتا والاخر كانوا كنا كنحاولوا نشركوا الغطاء يعني ما كانش عندنا. مهم هذه هادشي اللي كنعاود لك. بالنسبه لولد خالتي ماشي مره ماشي جوج مي ما عمرو عاود هادشي لشي واحد اول مره غادي نعاود. اخويا مره واحده كنذكر مره واحده يعني بعد مهم من بعد داكشي انا كنت كنقرا في هذاك الفيلاج كاين غير الاعدادي ما كاينش ثانوي. كنت كنقرا الصباح ولا العشيه. في هذاك الفيلاج كما قلت لك كاين مصانع يعني فهمتي كاين في مصانع فين كيخدموا داكشي. انا كنت الا كنت كنقرا العشيه كانت الوالده ديالي الصباح كانت كدير الخبز كتعطيني نبيعه لهذوك صحاب المصانع فهمت عليا يعني تضربك الخبز تمشي باش تمشي تجي دوك المعامل تبيعي لهم الخبز باش يتغدى. بعت تقريبا بزاف المرات ماشي مره ماشي جوج ماشي. المهم قلت يا اما كنقرا العشيه حيت راك عارف الناس العربيه المدارس الابتدائيه عندهم يا اما يقراو الصباح يا اما يقراو العشيه هادشي اللي كاين في المغرب العربيه. المهم انا قريت قلت يا اما نقرا الصباح الا قريت انا الصباح اختي كانت كتمشي اختي يعني شويه كانت يعني كبيره عليا كانت هي اللي كانت كتوصلهم كتحطهم عند واحد هذاك خبز عند واحد الراجل كياخذوا عليه. اما الا قريت انا العشيه كنت كنوض انا نهزو. المهم قات هكاك واحد الوقت يعني داك الشيء ما كفاناش مع حنا بزاف الوالد ما كانش كيبغي يخدم حقيقه. المهم كان كعطيها غير كيكمي اما الخدمه كيخدم مثلا جوج سيمانات ثلاثه يوقف.
مهم اضطرينا انا والوالد ديالي نديروا واحد جو سميتو واحد مشروع صغير. واحد المشروع عندنا واحد الشركه كبيره كانت فتحات تما وفتحنا واحد المشروع صغير انه انا بقاو نديروا هذاك ساندويش وهذاك الشيء هذاك الماكله الاخر. المهم درنا واحد كروسات تما درنا كلشي قدمنا فيها يعني نقدر نقول لك عامين وحنا خدامين فيها. واحد النهار هو يجي واحد كنت وحدي حيت يا اما كتبقى ملي كتعيا الوالده ديالي كنخرج انا مثلا مع 12 العشيه خاويه كنمشي انا نقابل الوالده ديالي. الوالده ديالي كتروح حيت هي كتفيق مع الخمسه كتروح كترتاح. مهم واحد النهار وانا يا تما في هذيك البلاصه مع العشيه يعني كنت خرجت من المدرسه مع ديك شويه 12 مشيت جلست في البلاصه ديال الوالده ديالي في ديك الروسو بقيت كنبيع. المهم الوالده ديالي قالت لي غادي تعطل. المهم احسن ديك ديال جوي 6 ولا سدي حيت كان عندها المفتاح لهذيك الكروسه قالت لي سدي جيبي المفتاح وياجي. بقيت تما وهو يجي عندي واحد هذاك الشخص المهم بقى كيهضر معايا هو كان مزوج يعني كنت كتعرفوا الوالده ديالي بقى كيقول لي انا راه كنبغيك انا كنت صغيره ما كنتش عارف هادشي. شكاش في عمرك ديك الساعه رات يعني من بعد الحدث ديال ولد خالتي وخويا رات في داك العمر ديالي غتكون ديك 11 يعني هكاك فهمتي واخ ما بين العمر ديال ولد خالتي ما بين العمر ديال ولد خالتي تكون عندي ديك 9 سنين ل 10 سنين بالضبط. انا ما عقلش على السن بالضبط بالسن انا كنت كنقرا في ابتدائي. مهم الايام مهم هضر معايا هضر معايا انا ما فهمتش يعني كنقول ليه زعما هو عنده بنته كنت عارفه قلت لي راه عندي بنت قدي. مهم شدني باسني وانا ندفعو هذاك. مهم خرج من بعد ما قلتش الوالدة ديالي حيت ما بغيتش يعني في نفس الوقت تقطع الرزق ديالنا وفي نفس الوقت هي غادي تبغي تغير البلاصه من تما يعني ما كنتش باغا كانت الاوضاع ديالنا صعيبه بزاف واحد الدرجه صور. المهم بقيت هكاك هو ما بقاش كيهضر معايا ما بقاش يعني كيرجع عندي بوركي غوت عليه. المهم دازت ايام احنا انا كنت كملت السادس ومن بعد هذاك الحدث غيكون شي عام يعني داز عليه. كملت السادس واضطرينا باش نمشيو للمدينه ندخلوا المدينه ضروري حيت صافي كملت السادس لان لخواتاتي كانوا كملوا ووقفوا من القرايه وخصنا نرجعوا يعني نقراو فهمتيني خصنا نمشيو للمدينه. المهم دخلنا المهم مشينا للمدينه كرينا دار. واخا اسمح لي غنقطعك بسمن بزاف ديال الناس اللي تيصيفطوا لي دابا اسمح لي عافاكم باش قبل ما نكملوا القصه كلشي برك على بارطاج اللي انا تيصيفطوا لي راه تبلوكا لهم اللايف وتيمتي خرجهم وتيصيفطوا لي ميساج في واتساب عافاك بدرات يخرج لنا اللايف عافاكم كلشي برك على قليب كاع اللي تيتفرجوا 10000 واحد ما خسر والو الا بركتها على قليب انت نوض بلا عكس قليب واللي بارطاجا الله يلاقيني به في الجنه يا رب. كذلك قبل ما غادي نزيدوا قصه اخرى ياك اللي عنده قصه صعيبه يصيفط لها لي دابا يكتب لي غير ملخص فيه جوج سطوره غير جوج سطوره في الواتساب دابا 0602078020 عبر الواتساب قصه تكون صعيبه صعب من هادو اللي دازوا اليوم. اللي عنده قصه صعيبه أكثر من اللي دازوا اليوم يصيفط لي 0602078020 عبر الواتساب. بالنسبة للناس اللي عايشين خارج المغرب 00212602078020 نتمنى أنكم تكتبوا الرقم عبر الواتساب كتب لي جوج سطور على القصة ديالك وإلا كانت القصة صعيبة غدوز دابا مور شنو الاسم اللي عطيت إلهام ياك إلهام سي مور إلهام غيدوز ولكن عفاك القصص القصة اللي تكون صعيبة أدخل دابا تصيفط لي ميساج عافاك في الواتساب فيه القصة ديالك في جوج سطورة خلصها لي في جوج سطورة أشنو طرا لي في جوج سطورة وإن شاء الله إلا كانت القصة ديالك صعيبة غدوز مور إلهام. إلهام سامحي لنا قطعناك تفضلي يا إلهام. لا يمكنش أخويا. المهم كتسمعني ياك؟ تنسمعك. دونك أوكي. المهم من بعد قلت لك مشينا كرينا في واحد الفيلاج هذاك الفيلاج عفوا كرينا في واحد المدينه هذيك المدينه يعني مدينه صغيره راه يعني المهم فيها ثانوي فيها اعدادي فيها كل شيء.
بعد صافي بقيت انا كنخرج نخدم السبت والحد مع اختي كنديروا ميناج ميناج الديور كيفاش نخلصوا الكره ديال الدار حيت الوالد ديالي ما كانش خدام. المهم بقات هكا حتى الوالده ديالي كتخدم غير في الديور يعني صافي خلينا ديك الخدمه ديال مثلا ديال الخبز وداكشي خلينا كلشي في الفيلاج حتى دارنا ديك الدار خليناها. المهم تحولنا للمدينه من تحولنا للمدينة مهم دازت أعوام كملت الإعدادي رغم يعني كملت كوشي كملت الإعدادي وصلت للثانوي يعني السنة الأولى ثانوي كنت عرفت على واحد الشخص هذاك مهم هذاك الشخص بدينا كنهضروا عبر فيسبوك عبر واتساب هذاك شخص من نفس المدينة ديالي حتى وزائد من نفس يعني كان مقرأ في نفس الثانوي ديالي. مهم عرفت عليه داز عام الأول مهم بدك يطلب مني شي حوايج أنا في الأول كنت رفضت بوركي ما مهم رفضت حيت أنا ما كنتش باغا هكاك. مهم بدك يقنعني أنا ولفت حيت كنت كنبغيه بصراحة يعني نيشان كنت كنبغيه يعني تقدر تقول ديال شي وحده حمقى. مهم دزت عام رفضت من بعد هذاك العام مهم خلاني أنني تعلقت به ومن بعد قبلت بعد قبلت. مهم بزاف الناس غادي يسبوني ولكن ولكن ديك الشيء بقى بيني وبين الله سبحانه وتعالى يعني ماشي واحد فيا. مهم دزت مهم خرجت معاه يعني خرجت معاه بحكم كنت كنبغيه يعني هو كان كيبين لي كيبغيني مي انا كنت كنبغيه بصح يعني. مهم دزت اعوام على علاقتنا راه المده ديال شي 4 سنين هو جا واحد الوقت غادي قال لي راه غادي خصني نمشي. المهم من بعد هذاك الاخر كنت خدامه كنخدم في الديور في العطل هو قال لي راه عندي واحد كريدي وكذا وما لقاش الخدمه واش تقدري تعاونيني بحكم انا كنت كنخلص مع دار الكرا كنت كندير سوايع عليا كنت كندير بزاف د الحوايج بهذيك الخدمه. المهم الحمد لله عمره ما يعني ما بعت راسي مني خرج بخاطري معه. المهم دز وقت قال لي خصك تعاوني كيفاش بعتي راسك قلت لك ما عمري بعت راسي يعني ما عمري خرجت بالفلوس مي خرجت معاه كان خاطري واخا فهمتي اها كملي ليا. المهم قال لي واش تقدري تعاونيني خلاص كريدي وكذا عندي واحد كريدي. المهم بحكم كاين ما نقدرش نقول لك واش تمثيل واش بصح ما عرفتش يعني كاين كيبكي عليا يا بصح انا بحكم يعني عشت الفقر ومعاناة ما كنتش كنبغي شي حد اي واحد كنسمعو يعني دابا كيبكي ما كنقدرش بصراحه ما كنقدرش. المهم اشتغلت في العطال عاونتو نقدر نقول لك اخويا عاونتو بدون عدد كنت ما كنشريش راسي الحوايج كنفرق باش نخلص مع خواتاتي وخوتي الكرا ونعطيه هو داكشي اللي مهم خلصت معاه يعني خلصوا كله انا ما عرفتوش كريدي ولا لا ما نكذبش عليك. مهم كنت كنعطيهم له مي حكم ما عرفتش واش غباء كان فيا او ما عرفتش اش داكشي اللي كان فيا مي كنت كنبغي لواحد الدرجه ديال التصفيع ديال الحمار. مهم دز الوقت هو يقول لي راه خصني نمشي اوروبا انا كنت كثرت ما كنتش كنشوف داك الشيء في المغرب كنت كنقول ليه راه اوروبا يعني الا مشيت اوروبا ما تمشيش بالقوارب لا يعني شي حاجه اللي تقدر توصل بها. المهم داز على داك الكلام شي عام هو واحد النهار سوناليا واحد النهار سوناليا ويقول لي انا راني في اوروبا. المهم ما غاديش نفكر انا تصدمت وداك الوقت خدامه عند واحد السيده تصدمت جاتني حاله هستيريا ما عرفت واش نبكي ما عرفتش واش نفرح. مهم من بعد داك المهم من بعد
ما وصلت تما قلت لي زعما علاش ما قلتيليش، قال لي راه يعني ما بغيتش حتى نوصل وكذا. مهم داز على عام منين مشى هو ما بقاش كيهضر معايا، ما بقاش كيهضر معايا. قبل ما نقول لك سمح لي راه غلط، منين خرجت معاه اكتشف بانه انا ماشي بنت، يعني كنت منين كان ولد خالتي تعدى عليا. دابا ولد خالتك تو سام تعدى عليك عاد فهمت. دابا فهمتي دابا. وقبل داكشي يعني راه كان قال لي راه واش قال لي الا مرا حقيقه عاودي لي كلشي راه انت ماشي بنت وكذا وكذا، عاودت لي كلشي قال لي لا ما كيهمنيش هذاك الشيء وصافي انسى الموضوع متفكر يعني بحال لي غواني يعني بداك الشيء. المهم داك الشيء اللي خلاني يعني نبغي وكذا وعاونته بهذاك الشيء فهمتي. يعني قبلني كيف ما كان وقال لي حلفت باللي عزيز علي ما كانش اعز من الله بانه هذاك الشيء ما كانش بخاطري كان عزيز عليا. المهم المهم هو منين وصل لاوروبا دازت عام فهو في اوروبا ما بقاش كيجاوبني ما بقاش كيهضر معايا. عييت نحاول ندير بزاف المحاولات كنشوف يعني شنو المشكل. من بعد انايا المهم صافي قطعت الهضره معاه مادام بدل النمره بدل كلشي فيسبوك بلوكاني كلشي كلشي غيرو انا ما بقيتش منين نجدو. واحد النهار واحد النهار واجيني واحد العرض ديال اوروبا بحكم واحد السيده اسبانيا كنت كنعرفها في المنطقه ديالي وقال لي يعني في المنطقه ديالي كتجي في الصيف وكنت نخدم عندها. هذيك السيده بحكم انا كنت جبت في الباك مزيان وما كملتش قرايتي يعني في الجامعه ما مشيت ليهاش ما مشيت ليهاش ماشي مدة يعني ما مشيت ليهاش راه تكون غير عام. مهم قلت لي علاش قلت لي لها علاش ما مشيتيش للجامعة وكذا. قلت لها الجامعة ما عنديش يعني الوقت كي غندير وخصني نخدم على دارنا خصني نخدم بزاف على خصني يعني ندير بزاف د الحوايج. قلت لي لا شنو الاقتراح ديالك الا بغيتي تقراي في اوروبا. ما عرفتش انا قبلت يعني جاني اقتراح ما كاينش غير في هذا الاقتراح. لا كتقول لك ما عانس المهم انا ما رفضتش قلت لها ما كرهتش حيت كنت كنجيب واحد لاموط يعني زوينه وكنت كنحلم بزاف الحوايج ما عمري حلمت نمشي برا زعما قسما بالله الا كنت كنبغي البلاد ديالي لاقصى حدود يعني رغم يعني الجوع اللي حد عشتها فيها مي والله ما عمري قلت انني نخرج من البلاد. قلت واحد صافي كتاب خرج المهم هي وجدت لي الاوراق هضرت مع قنصليه هضرت مع كلشي هضرت هنايا في مدريد معاهم حكم انا كبيره ما تقدرش يعني تجيبني ونفس العائله الاسم عائلي راه ماشي كيف كيف. مهم هضرت معاهم هضرت معاهم اوروبا بحكم هي ما عندهاش الاولاد وكذا. قالت لهم يعني راه كنت كنصرف عليها في المغرب طلعتني مهم طلعتني بفلوس يعني في اوروبا طلعتني يعني في مدريد راه قبلوني في هنايا عطات الفلوس وطلعتني. العام المهم طلعت لاوروبا طلعت هنايا النهار الاول اللي طلعت المهم طلعت شي 15 يوم انا كنبوستي التصاور ديالي درت تصاور في مدريد بوستيتهم وهو يدخل عندي قال لي شكون اللي جابك هاد السيد اللي كنت كنهضر معاه. قلت لي واش دابا عاد يعني بان وجهك فين كنتي هادي شحال. المهم بقيت يهضر معايا صافي كنقطع عليه رجع عندي النمره ديال المغرب كيصوني ليا ولكن انا ما بدلتش النمره هو اللي كنبدلها. بقى كنقطع عليه قال لي جاوبيني اوكي شنو اوكي جاوبته وبقى كيهضر. قلت ليه يعني علاش ما جاوبتينيش وكذا علاش يعني علاش خليتيني في المغرب معها انني درت معك اللي مستحيل ديرو معك اختك مستحيل ديرو معك مستحيل يعني ما عرفتش يعني قلت كنبغي لواحد الدرجه ما كتصورش. المهم قال لي
بقى كيتبرر في الاول، قلت ليه علاش كتكذب؟ قلت ليه ماشي هذه هي الرجله. قال لي لا راه ما كنتش بغيت نخليك تما معلقه، وانا ما عرفتش هنايا شحال غادي نصاوب الورق، واش 7 سنين واش 8 سنين واش. قلت ليه ملي كنتي يعني ملي كنتي كتاخذ مني فلوس وبدي كدير معايا بزاف الحوايج، ما كنتيش كتفكر شحال من عام شحال من من. قال لي في التالي ملي لقيت كنحشي لي الهضره، قلت ليه باش هذه هي الرجله. في التالي قال لي اسمعي انا ما نقدرش اصلا نديك. قال لي حيت انت اصلا ماشي بنت وانا ما غاديش نقبلوا دارنا عليك. المهم صافيني قطعت عليه، سديت التليفون، بقى فيا الحال بزاف اخويا بطل ما بقيتش. جيت هنا لمده 3 سنين عايشه حياتي ما نكذبش عليك. كنقرا الشعبة ديال الطب في احسن جامعه. شنو هي الشعبة ديال اش اللي تقراي؟ ديال الطب. ما شاء الله عليك. اها شحال دابا 3 سنين؟ وهذيك المره دابا 3 سنين هذيك المره واقفه معايا زعما بحال بنتها، يعني ما خليني مخصوصه بوالو في احسن جامعه قريه، ماشي الجامعه اللي نقول لك حكوميه، جامعه بريفاد ويعني خصوصيه. ولكن الحاجه اللي كتبقى فيك هو انني 3 سنين وعندي الحق نرجع للمغرب فوق ما بغيت. ولكن اخويا ما كنقدرش نرجع للمغرب. المغرب بصراحه كرهته حيت عشت فيه بزاف ديال الموقف لي دوكا ماشي الفقر ميمكنش يوقع لي شي كامل، ميمكنش غيجيبو الزبالة يعايرني، مكنتش غنوصل بزاف الحوايج. دابا 3 سنين مشفتش الوالدة ديالي، كنشوفها غير كنشوفها غير في الكاميرا، ولكن كنحاول حتى كنجمع حوايجي، كنبغي نمشي في العطله وكنتناد معايا الحال، حيت كنقول ما كنقدرش نشوف في العائله، ما كنقدرش نشوف حتى شي واحد، حيت بصراحه ملي كنرجع لدارنا القديمه كنفكر بزاف د الحوايج، كنولي كارهاهم، كارها الدار، كارها المغرب، كارها كل شيء. المهم هذيك المدة ما نكذبش عليك 3 سنين مرضت، ما نكذبش عليك اخويا ما كنقدرش الناس، ماشي بسبب هذاك الشيء، ماشي بسبب كنحس بالحشي بحال شي حد حشا عليا، ما بحال شي حد قلبك حيت ما لقيتش حاجة زوينة لا من عائلتي لا من خويا لا من هالفقر في المغرب. واحد الانسان تقت فيه فتالي يعني ما نقدرش عليك، وليت ما كنقدرش نعس، كنبغي غير نعس، كنلقى عينيا منفوخين يعني كيضروني بكثرة، انا ما كنقدرش نعس. تصور اخويا كندير اللايف ديالك وكنبقى خدامه في البيسي، ما كنحسش حتى كنلقاها 7 8 وكنوض لحوايجي وكنخرج بكثره، ما هكاك ما كنقدرش نعس، عيني ولو كيضروني، كنحس حياتي تدمرت. اول مره نعاود شي حاجه بحال هكا، حقا حياتي دابا ماشيه مزيان، يعني المستقبل مزيان، ما خصني والو، لكن كتبقى النفسيه مدمر لدرجه. يا إلهام فريمون الدموع ديالك غاليين والله. تسمعين يا إلهام؟ سمعي إلهام. سير الله تسمعيني ياك تسمعيني؟ ما أخوي كنسمعك. تسمعي مزيان ما أخوي كنسمعك. سير الله يفرحك. آمين يا رب. كاع الدموع هادو اللي بكيتيهم اليوم يا رب. انا ما نكذبش عليك، ما ندم على حتى شي حاجه درتها، بغير انني خرجت مع هذاك بارادتي، كنصلي ليل ونهار بيدي ربي يغفر لي، حيت ما عرفتش كان غواني هذاك الحب، كان غواني داك سير المراهقه، بزاف د الحوايج، ما كنتش كنلقى الحنان لا من الاب لا من الام.
مهم يعني بحال اللي هو غواني بداك الشيء بداك بداك يعني كيبين لي داك ديك الحياه يعني ما عرفتش ديك الحياه الكرتونيه كان كيبينها ليا لكن تتسمعيني ياك خليتي وهذيك قلت لك المهم دابا جا عندي واحد جوج الناس كانوا تقدموا لي واحد بحكم يعني كنا مقرا معايا كنقرا انا رفضت حيت حتى شي واحد اخويا ما غيقبل عليك ما واخا تعاود لي غيقول لك هادشي يعني ما كاينش يعني ما كاينش غيقول لك غيكذبك يكذبك حتى الا تيقني في الاولى في التاليه ما غاديش يبغي يعني ما تقدرش تكذب على انسان وحنا كنعرفوا حنا كاع الرجال العرب يعني يتهدر لهم كل شيء الا الجنس يعني الجنس عندهم في الدم داكشي في الدم واخا يعني إلي. ما يبغيوش ياخذوا مراه شوف ماشي كاع الناس بحال ياك تتسمعيني إلهام واه واللي بغاك إلهام غيبغي كيما انت بخايبك هو الاول عاد زوينك ولا قال لك شي واحد ما بغيتش انا اسمح لي نصراني بغاني ديال بصح عاود لي كلشي ما عندهوش مشكل يعني ما عمرو طلب مني شي حاجه بحكم انا قلت لي في المره الاولى طلبها مني ما شرحت لي الدين وشنو يعني وشنو كاين وشنو قال لي هذاك الدين ديالك يعني اوكي ما غاديش نقرب ليك حتى نتزوجوا مي انا طلبت منه طلب انه يسلم هو كيقول لي انا ما نقدرش ندخل لشي اسلام اللي ما نقدرش ندخل لشي دين اللي انا ما عارف عليه والو كيقول لي ما غاديش ندخل يقول لي دابا فكري انت ولا بغيتي زعما ولا بغيتي ولكن ولا ما بغيتيش يعني ما نقدرش انا ندخل هو كيقول لي دابا انا حاليا يعني رافض فكره انه يدخل الاسلام بساتا ولكن بحكم انه هذا الشخص يعني اللي كيقولوا عليه نصراني هو يعني كيبغيني كثر ما كنحس مع داك الشخص بالامان ما كيكذبش عليك اخويا قسما بالله ما عمرو قاصدني هذا اللي كيهضروا عليهم نصراني ما عمرو قاصدني ما احترمني الدرجه مي حاولت معاه شوف واخا تسمعيني ياك إلهام غنقول لك واحد الحاجة واحد الكلمة قلتيها قبيلة زوينة قلتي الماضي غيبقى غير ماضي والماضي ميمكن أن نغيره منه والو فما تعلقيش المستقبل بالماضي حيت ما عمرها تجاش ممكن الماضي تبقى غير ماضي إلا بكيتي ما غتغيريش ما غاديش تغيرو ما غاديش تحزني واخا تحزني ما غتغيريش ما تقدرش تشوف خوك ما تقدرش ترجع تشوف اللي تعدى عليك انا منين كنت جاي لاوروبا شفت خويا شفت فيه بحال اللي نادم بحال اللي انا مسامحه لخويا ولكن كان في واحد المرحله ديال اللي ما فاهمش برافو عليك لكن انا ما نكذبش عليك حشت الوالده ولكن ما نقدرش نرجع للمغرب ما نقدرش يعني كنحس افكاري مشوشه بزاف واخا غنقول لك واحد الحاجه خاصك تسامحي مع الماضي ديالك ياك الا بغيتي تشوفي المستقبل هادي نبصم لك عليها بالعشره الا بغيتي تعيشي المستقبل خاصك تسامح مع الماضي ديالك وتحارب باش تنسى الماضي ديالك بالنسبه لخوتك هانتي قلتي جاوا في واحد الفتره ديال المراهقه جا ما فاهمش ما عارفش وتنسيمي انك تاخذتي لهم 100,000 عذر فاسمعي تخيلي معايا اكثر من 10,000 غيديهم معك في هذه اللحظه حيت انا عارفك اكثر حاجه محتاجاها هي هذه اللحظه هذه 10,000 تخيلي معايا 10,000 واحد كلهم قدامك قالوا في هذه اللحظه سير الله يفرجها عليك لا انا ما نكذبش عليك اخويا بغيت غير واحد الحاجه بغيت نرتاح بين الناس تصور ما كناش قسما بالله ما كناش تصور الواحد يعني الناس اللي هو فابور انا كنطلبو ما تنشري من فلوس ما لقيتوش الله يفاجئك هاد شوفي اليوم غتنعسي مرتاحه عرفتي علاش ما شاء الله كاينين الناس معنا من اطيب خلق الله
ناس بوليداتهم كاين ناس بالاحفاد ديالهم غيديهو معك. والله يفاجي عليك والله يفتح لك باب الخير والله يجعلك ديما فرحانه. واحد الحاجه تفضلي بغيت نقول لي واحد الحاجه خويا بالنسبه لهذوك الامهات اللي عندهم ولادهم هذه القاعده اللي عندنا حنا في المغرب يحاولوا يبعدوا ولادهم على خوتهم على خوالهم على بعوتهم كيخليك تخلي البنت مع باها وكتخرج تقرا لكن ما كتعرفش با شنو غيدير فيها اللي لا 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 ما نخوفوش ما نخوفوش ما نخوفوش لا مزيان لا لا با هذاك اختي هذاك باها من ما نقولهاش لحقا بعدي عاوتاني ندخلوا الناس الوسواس ديال القهري لا 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 باها هذاك محقي عنك هاي بوسها يتنعس عنده باها حيت راه ماشي كان ماشي الناس اللي كتخلي الولاد شوف ماشي حوته تخنس الشواري وكاين اللي بنت اللي عندك بنتهم حقه يبع عندك بنتهم باش نهضروا بصراحه ما نجمعوش كل شيء لان كاين ولاد الناس فالخوف منين تيكون الخوف يكون شويه من الجيران من هذه من هذه من هذه من هذه اما راه ذكرى العائله داك مكاتب حتى من العائله خويا اسمح لي حتى من العائله ماشي ما كاينش احنا عندنا واحد القاعده في المغرب انا متفق معاك ولاد العم ولاد الخال اييه كاين شويه ديال التخوف باش ما نجمعوش كل شيء عاوتاني باش ما نديروش للناس عاوتاني نمرضهم عافاك اسمحي لي اسمحي لي نكمل لك باش ما نمرضونش الناس عاوتاني اللي تيسمعونا بالوسواس لا حق راه ولد عمها باها عمها لا هذوك الناس اللي صرا لهم عافاك نكمل لك انا عاود نكمل لك انا باش ما نمرضوش الناس عاوتاني حيت الناس يسمعونا ما نمرضوهمش راه كاينين الناس فهمتي ماشي واحد دابا واحد ما صدقش اذا مليون كلها غادي نتعاملوا معها على حسب التفكير ديال داك الواحد لا فهذاك راه كاينين ولاد الناس وكاين اللي تعنق بنته هذيك راه طبيعيه انا راه ما كاينش واحد تقولي لي حقا ما تعنقش ولادك ما ديرش ولادك ولا عمامك ولا خالك ولا كذا هذوك ناس مرادين اصلا نفسيا وهذوك قدر يعني هذاك مقدر من الاقدار يعني ما نغيروش عاوتاني شويه في حقا تمشي عند باها تقول لا ما بقاش تعنقي باباك ما تعنقيش خالك ما تعنقيش عمك لا لا غير اسمح لي انا كنشوف غير ديك الطريقه مثلا كاينه دار بالنسبه اللي عندهم ديور صغيره كتلقى تنعس البنت كتلقى تنعس البنت مع خوها حيت عندهم غير جوج بيوت باش هي تنعس مع راجلها علاش هذيك البنت ما تهزهاش تحطها غير في حيت ما تقدرش تنعس البنت مع الدري حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قالها في الحديث ما يمكنش متفق معك جو كخوا على لا على والله ما عقلتش الرسول انا متفق معك بان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك انك تفرقوا البنات والولاد انك خاصك تفرقوهم وكل واحد ينعس في جهه انا متفق معك واخا الهام باش ندوزوا القصه اللي من مورانا فنتمنى الله عز وجل انه يفرحك ويفتح لك باب الخير وينور لك طريقك وان شاء الله تعيطي لي شوفي